عروس الصعيد المنيا، ايه اسباب تفردها بان هي بتمتلك تلت الاثار اللي موجوده في مصر، وايه حقيقه هذه المقوله، وايه اسباب التنوع اللي موجود فيها، وهي على خريطه السياحه العالميه تتصدر هذه الخريطه. تعالوا نطرح العديد والعديد من الاسئله على ضيف العزيز استاذ الاثار بجامعه القاهره دكتور احمد بدران. نورنا يا دكتور. صباح الخير يا زهيبة، وصباح الخير على كل مشاهدي 8 الصبح. عودة حميدة بعد الأجازات بقى، رمضان والعيد، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. عروس الصعيد، نعم، لغز بالنسبة لناس كتير، إيه أسباب إن هي بتمتلك يعني هذا التنوع الشديد من كافة العصور؟ هو زي ما حضرتك ذكرت كده، عروس الصعيد يعني هي فيها بتمتاز بنوع من التفرد، لأن فيها تنوع كبير جدا بالنسبة للمواقع الأثرية والسياحية، وكمان أنماط السياحة الموجودة في المحافظة، محافظة المنيا العريقة، وهي محافظة رئيسية في مصر الوسطى، يعني فيها كم كبير من المتاحف الأثرية والمواقع الأثرية، بترجع لعصور تاريخية مختلفة، يعني الحضارة متعمقة في جذور هذه المحافظة من عصور ما قبل التاريخ أو العصور ما قبل الأسرات، ثم في العصر المصري القديم بنسميه الفرعوني، ثم العصر اليوناني والروماني، ثم العصر البيزنطي اللي دخلت فيه المسيحية إلى مصر، وكانت يعني المنيا من المحطات الرئيسية في هذه الرحلة. ثم في العصر الإسلامي، وأنا عاوز أقول لحضرتك إن في منطقة في المنيا بتسمى البقيع الثاني، الله الله، أو أرض الشهداء. دي بقى الدفن فيها، فيها قبور مدافن دي اللي لها علاقة بتل العمارنة؟ لا، هي مجاورة ليها. دي يمكن من اخر في اخر مراكز المنيا، دي بقى اللي فيها مدافن ل 5000 من الصحابه رضوان الله عليهم، اللي هجم مع الفتح الاسلامي لمصر وسيدنا عمرو بن العاص. ويمكن كمان في تميز كبير جدا في المكان دوت لوجود يعني صحابه، 70 من الصحابه اللي هم حضروا غزوة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دفنوا في هذه المنطقة. أيوة، يعني أيوة، فعلا في ناس كتير قوي ما تعرفش المعلومات دي. يعني البهنسة دي هي فعلا ينطبق عليها البقيع الثاني، لأهمية المكان دوت من الناحية الإسلامية، وكمان من الناحية المسيحية، لأن كمان في الموقع دوت بالتحديد يعني في شجرة السيدة مريم العذراء، وهي الشجرة التي يعتقد أن هي استظلت بها أثناء رحلتها إلى مصر الشهيرة، وهي وسيد المسيح ويوسف النجار. وكمان جنب الشجرة في بير شربوا من هذا البير، كمان في قبة اسمها قبة السبع بنات، ودي ليها قصة ظريفة، روايات كتيرة جدا تاريخية، لكن لعل من أهمها يعني أن دول سبع بنات مسيحيات اشتركوا مع الجيش الإسلامي في مقاومة الرومان، وقتلوا ودفنوا تكريما في هذا المكان. فيها القبة الخاصة بمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في هذا المكان، فيها اثنين من أولاد زين العابدين ابن الحسين، يعني أن أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في البهنسة. المنيا محافظة فيها تنوع مش فرعوني بس، يعني إسلامي كمان، إسلامي وقبطي يعني كمان، ففيها تنوع كبير جدا. ده سبب غير كده خصوبة الأرض الزراعية، إنتاج زراعي متنوع جدا، إنتاج لي في مصانع كمان، صناعات متطورة في المنيا، في كمان محاجر لأحجار زي حجر الألباستر أو المرمر والحجر الجيري. ويمكن ده من أيام مصر القديم، في منطقة هناك في المنيا اسمها حتنوب، يعني دي كانت هي المصدر الرئيسي لحجر المرمر اللي كان بيصنع منه التماثيل الخاصة بالمصر القديم، وبعض الأحجار الخاصة بعملية الأرضيات اللي بتستخدم في المعابد وغيرها. فهي المنيا لها أهمية كبيرة جدا. عندنا خرائط بالدليل ده؟ عندنا خرائط، وعندنا كمان مواقع مسجلة كمواقع أثرية وتراثية ومواقع سياحية موجودة ومحددة، وعندنا تنوع كبير جدا في المنيا، وخاصة أن المنيا يعني في مناطق أثرية بتقع شرق النيل، زي مثلا مقابر بني حسن، أو بني حتى هم سموها بني حسن الشروق، هي موجودة في الشرق، ودي من المناطق المهمة جدا، فيها ما يقرب من 39 مقبرة لحكام إقليم الأقاليم في مصر الوسطى. في المنطقة دي الإقليم كان تقريبا الإقليم 15 في المنطقة، زي محافظات دلوقتي يعني. يمكن من اهم المقابر 39 دول، في مقبره لواحد اسمه خنم حتب الثاني، ومقبره الباقت، ومقبره الخيتي، ومقبره ابن محات او اميني. عاوز اقول لحضرتك اقدم، وللساده المشاهدين طبعا، اقدم مناظر للرياضه من مصارعه، اختراق الضحيه، سلاح الشيش، كل يعني 250 حركه من الاشتباك ما بين المتصارعين، تمام، مسجله على
جدران مقابر بني حسن. قبل بقى ما يقولوا ان الرياضه ظهرت من جبل اوليمب في اليونان والاولمبياد جت من اليونان قبل ده بمراحل كتيره جدا وفترات طويله جدا كان المصر القديم عنده تصوير للرياضه بكل انواعها. حلو جدا ان حضرتك اثرت الموضوع ده لان احنا دلوقتي بنستضيف بطوله العالم للجمباز الفني. ايوه وانا برضو من الحاجات اللي قريتها قبل كده ان الجمباز اول ناس لعبوه الفراعنه وان ده موجود عندنا في نقوشات مسجله. هل فعلا ده انا بايدك جدا في حقيقة في النقطه دي يعني مش بس بقى في مقابر المنيا لكن جنبنا هنا في سقاره بنجد في مقابر النبلاء والاشراف والموظفين وحتى كمان عامه الشعب تصوير لحفلات موسيقيه بيشارك فيها اول حاجه لاعب الاكروبات حركات ايقاعيه ورقص ايقاعي اوبرالي تمام على اطراف الاصابع وبمنتهى الرشاقه اللي في الدنيا ورتم وايقاع منسق ومنظم جدا بيقوم به المصريين في المكان دوت. غير بقى اللي حضرتك قلت الجمباز ده برضو مصور على المقابر يعني انواع مختلفه جدا من الرياضه موجوده وموثقه. يمكن المنيا بتحظى بهذا النوع في مقابر بني حسن. غير بقى التدريبات العسكريه الخاصه باعداد الجيش والمجندين والجنود مصوره على الجدران. الحياه بقى اليوميه والحياه الزراعيه والصيد والرعي حتى في منظر مهم جدا في مقبره خنوم حتب الثاني دي في منظر مجموعه من الاسيويين هم مجموعه من التجار لابسين زي مخالف لزي المصريين لابسين زي مزرقش كده ملون. انت عارف المصريين كانوا بيلبسوا زي الابيض الكتاني الابيض الجميل ده دول لابسين زي الكارو كده بالظبط الوان وجايين بقى معاهم الحمير بتاعتهم عليها حاطين فيها البضائع بتاعتهم حاطين فيها الاطفال على الجناب كده والسيدات وزعيمهم ماشي قدام كان اسمه ابشا حقاخه سوت ابشا ده اسمهم في النص يعني كتير من المؤرخين بصوا على المنظر دوت وطبعا الناس كانت ما تعرفش اللغه المصريه القديمه يعني فقال لك ده منظر بيمثل دخول سيدنا ابراهيم الى مصر. في طبعا سيدنا ابراهيم جه مصر وكان ده بعصر الدوله الوسطى اللي بترجع لها اثار بني حسن في المنيا دي بالتحديد يمكن سنوسرت الثاني هو الملك اللي وجد فيه سيدنا ابراهيم في مصر في الفتره دي. لكن في الواقع دول تجار اسيويين وكان جايبين ماده مهمه جدا هو الكحل بتاع العين ده اللي بيتم تزييل عين اسمه مسدمت. ومكتوب ان هم جايين بيحضروا ماده المسدمت دي اللي هو الكحل دوت و 37 من عامه ده المسمى المصري كان بيطلقه على الاسيويين جايين ويمكن حاكم الاقليم واخدهم بيقدمهم لخنوم حتب يعني بيقدمهم لحاكم الاقليم في المنظر الشهير دوت. وده منظر موجود وشهير جدا على مواقع الانترنت وعلى كل الكتب العلميه وغيرها مهتمين في الواقع هم تجار وليس دخول سيدنا ابراهيم الى مصر لكن منظر مهم جدا. بالاضافه طبعا ان هنا الفنون المتنوعه وكمان الراقيه من نقش ونحت وتلوين وتصوير وتصوير جانبي وكل يعني سمات الفن المصري القديم تتجسد في مقابر بني حسن في المنيا. الدوله اهتمت بالمكان دوت كمان كمزار سياحي لان طبعا مجموعات سياحيه بتيجي من خلال مراكب سياحيه وسفن في الرحلات الناليه وترسو في المكان في المنيا وتنزل زياره لكل المواقع دي يعني اهتمت وعملت مركز للزوار وعملت سلم حديث جميل للصعود لان هي في اعلى الجبل يعني ولوحات ارشاديه ومكان للخدمات والمرافق واستراحه يعني اذا باعتبارها مقصد للسياحه. ده في بني حسن. برضه في الناحيه الشرقيه بس قدام شويه كده موجود في العاصمه من المنيا دي كان بيتم حكم مصر عاصمه مهمه جدا اللي هو عاصمة اللي اسمها آخت أتون أو تل العمرنة العاصمة اللي أنشأها الملكة منحوتب الرابعة أخناتون. طبعا هو أبوه كان منحوتب الثلاثة كان بيحكم من طيبة العريقة وهو كمان اشترك في الحكم مع أبوه وكان حتى يمكن قعد فترة في المدينة الذهبية اللي اكتشفها الدكتور زاهي حواس الشهيرة اللي هي سحنة أتون اللي بيسموها دلوقتي ودي خدت واحد من أفضل الاكتشافات الأثرية العام الماضي. ليه سميت بالمدينة الذهبية؟ المدينة الذهبية هو طبعا مسمى مهم جدا لأهمية المدينة دي لأن هي كانت بتشهد عصر مهم جدا في عصر الإمبراطورية المصرية التوسع المصري خارج الحدود. مصر ليها دول كتيرة جدا خاضعة ودولات خاضعة للحكم المصري. الروعة والعظمة بقى شوفي بقى آثار توت عنخ آمون الذهبية من عصر الدولة الحديثة آثار الملكة منحوتب الثلاثة نفسه اللي هو يعني من أهم ملوك مصر القديمة وعلى الإطلاق برضو كانت في فترة الدولة الحديثة والأسرة 18 والأسرة 19 وعصر الرعامسة عشان كده أطلق. لكن في النصوص العلمية كانت بتسمى أو النصوص المصرية القديمة يعني بمعنى أصح كانت بتسمى ثحنة بالهيروغليفي ثحنة إيتن يعني تلألؤ ظهور شروق أتون إشراقة أتون دوت المسمى. وربما بعض الآراء ترى أن أتون دوت هو كان الملك أبو الحدود ثلاثة أبو أخناتون. أخناتون نقل العاصمة لمكان 250 كيلو ليه ده لان طيبه
طيبة دي معقل عريق للمعبود آمون، ده المعبود الرسمي للدولة، والمعابد كلها مبنية على شرف هذا المعبود ومكرسة، معبد الأقصر بالكامل، معبد الكرنك أو معابد الكرنك بالكامل، آمون، معابد تخليد الذكرى اللي في الناحية الغربية من النيل، دي كلها زي الدير البحر بتاع حتشبسوت، الرمسيوم، الأرنة، مدينة هابو، كل دول على شرف آمون، فهي معقل آمون. آمون حتى أربعة تبنى عقيدة جديدة اللي هي آتون، الآتونية، وهو عبادة المعبود آتون، وهو تمثل في قرص الشمس اللي هو بيهب الخير والعطاء والدفء والنماء والنور وكل ما هو طيب لكل الناس سواسية، ليس بحاجة بقى إلى معابد مغلقة وقدس أقداس في آخر المعبد لا يدخله إلا الملك أو الكاهن الأكبر، لكن ده لكل الناس. حتى بنجد العائلة الملكية آمون حتب الرابع إخناتون ونفرتيتي والبنات كلهم بيتعبدوا لقرص الشمس في الأماكن المفتوحة. بس هل صحيح يعني بناء هذه المدينة اللي أنا سمعت أنه هو برضو حريك صلح لي بعض المعلومات اللي إحنا على طول دايماً بنقراها في الكتب مختلفة، فبرضو عايزين نتوثق من المعلومات دي، هل فعلاً أخذ الثلاث سنين للبناء، وهل بالفعل هو عمل مقابر جماعية لضحايا بقى أنه هو كثف موضوع البناء؟ شوفي، هو الفكرة أن المدينة لما تم نقل العاصمة يعني من طيبة إلى 250 إلى الشمال في منطقة دينوس أطلق عليها منطقة بكر، هو كان الهدف منها أن ما يكونش فيها عبادات لمعبودات سابقة يعني، عشان كده عاوز أقول لك يمكن المدينة أو المنطقة الأثرية الوحيدة اللي ما فيهاش طبقات أثرية هي تل عمر، اللي هي سكنت مرة واحدة بس، يعني إخناتون جه جبل العاصمة وبنى هنا قصرين الكبار، المعبدين بتوع آتون، المدينة السكنية بتاعت الناس اللي جم معاه من طيبة، الورش والأتليهات بتاعت الفنانين اللي هي من ضمنها الورشة بتاعت تحتمس وأوتي، العصر فيها على التمثال الشهير النصف الباست ده بتاع نفرتيتي في 1912 والموجود في متحف برلين في ألمانيا، وتماثيل تانية لأبناء بنات إخناتون الشهيرة بالرأس المسحوبة دي ورؤوس أخرى للملكة نفرتيتي. فهو المدينة بنيت على عجل زي ما حضرتك قلتي، عشان كده هنجد ان معظم المباني كانت في المدينه من الطوب اللبن، عشان كده لما هجرت المدينه وتركت فلاحه من الفلاحات الموجودين في المكان عاوزه تبني فرن اللي بتعمل العيش فيه ده من الطين، فهي عارفه ان هنا في المكان دوت في طين اللي هو بتاع العاصمه القديمه اخت اتون دي او تل العمارنة يعني. ومن هنا كانت بتبحث عن الطين دوت، وجدت الارشيف بتاع المراسلات اللي هو الخطابات الدبلوماسيه المتبادله ما بين الملك امن حتب الرابع ومنطقة الشرق أدنى القديم، كم كبير جدا من الرسائل اللي سماها رسالة تل العمر. فهي مدينة متكاملة، ودلوقتي في بعثة إنجليزية بقى لها ما يزيد عن 25 سنة شغالة هناك في المنطقة دي، باري كيمب، بيعمل دلوقتي يعني إعادة تصور، حتى هم على الويب سايت بتاعهم عاملين ريكونستراكشن للمدينة، إزاي شكل المدينة وإزاي المعبدين الكبار بتوع آتون كان شكلهم المعماري، وإزاي القصور الكبيرة كانت موجودة في المكان دوت، والمباني السكنية والورش وغيرها، واتعمل مقابر على الناحيتين، مقابر شماليه وجنوبيه، ودفن فيها كبار رجال البلاط الملكي، وما بين الاثنين دول ما بين المقابر دي في منطقه اسمها طاقه زايد او طاقه زايد، في المقبره الملكيه اللي هي كانت مخصصه للملكه من حتب الرابع، وفيها منظر شهير لمن حتب الرابع والملكه نفرتيتي. فتل عمرنا من الاماكن المهمه جدا، وعلى فكره مسمى تل عمرنا مسمى حديث، مصر القديم كان اسمها اخت اتون يعني افق اتون، لمجيء قبيلة من منطقة شبه الجزيرة العربية اسمها بني عمران سكنت في هذا المكان وأطلق هذا المسمى عليها، أصبحت تل العمر. لو جينا الناحية الغربية هنجد في المنيا كمان مناطق مهمة جدا زي منطقة الأشمونين. الأشمونين دي كانت عاصمة الإقليم الـ15 من أقاليم مصر العليا، وكانت هي مقر يمكن مذهب أو هي أساس لمذهب في خلق الوجود، وده حاجة مهمة جدا. حضرتك عارفة أن فكرة تفسير نشأة الكون والبداية الأولى وخلق الوجود دوت من النظرات الجدلية اللي بتشارك فيها الحضارات القوية فقط يعني، ومن هنا كان الأشمونين دي من ضمن هذه المذاهب اللي خلق الكون تم عن طريق 8 معبودات، 4 ذكور و4 إناث، وهي كانت المقر بتاع المعبود جحوتي، وده كان رب رئيسي في منطقة المنيا وفي الأشمونين، هو كان رب الحكمة والعلم والكتابة والثقافة، وأيضا رب للقمر، وهو الشعار بتاع جامعة القاهرة. والمدافن بقى بتاعة العاصمة دي كانت موجودة في تونة الجبل، هي دي الجبانة بتاعة الأشمونين. وهنا في تنوع كبير جدا في الآثار، يعني في آثار بترجع لفترة الدولة الحديثة زي اللوحة اللي هي لوحة الحدود اللي أقامها من حتب، أو اللوحة الحدودية اللي أقامها من حتب رابع إخناتون عند مدخل المنطقة في تون الجبل، اللي هو مصور في القعدة هو ونفرتيتي والعائلة الملكية بتعبدوا لأتون، وتحت نص بيقصد فيه هو لن يغادر هذا المكان حتى وفاته يعني. صحيح المنيا فعلا المقولة الصحيحة أن فيها تلت آثار مصر؟
هو مش موضوع اصل حكايه الحصر ان احنا نحطها برقم. انا مش عارفه ايه موضوع التلت، احنا مصر فيها تلت اثار، اسمعنا تلت العالم من تلت اثار بس. طب ما الاقصر هيكون فيها قد ايه واسوان؟ لكن هي الفكره ان هي فيها زخم اثر كبير جدا، فيها تنوع كبير جدا في الاثار، مش بس اثار من فتره تاريخيه واحده. هو دوت يعني هي تقدر تقولي ان المنيا دي كانت من المناطق الجاذبه لكل الثقافات ولكل الناس من كل انحاء العالم. عشان عاوز اقول لك يمكن يعني في فتره العصر الروماني كانت الاسكندريه مدينه مهمه جدا، حتى هي الحكم كان بيتم من خلالها، ومدينه ثانيه اسمها بطلميه في الفيوم، بطلميه تمام، انشاها الملك بطليموس، وكمان مدينه اسمها نقراطيس في المحافظه الغربيه، وكان مدينه في المنيا اسمها انتينوبوليس. والمدينه دي من اهم المدن في العصر البطلمي والعصر الروماني اللي انشاها الامبراطور هادريان لما جه زار مصر في 130 ميلاديه، واثناء رحله في نهر النيل معاه صديقه ورفيقه كان اسمه انتينوس. في المكان دوت وقع وغرق، هو كان بيحبه جدا يعني، فاقام هذه المدينه تخليدا لذكراه، واصبحت يسمى انتينوبوليس اللي هي دلوقتي بيسموها الشيخ عباده. مين الشيخ عباده دوت؟ هو عباده ابن الصامت، احد الصحابه اللي جم مع الفتح العربي الاسلامي لمصر. والراجل دوت كمان جه سأل فين المنزل بتاع السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول، هي من المنيا برضه يعني، المنيا مهمة جدا، فدلوه على المكان بتاعها، فأقام بجوار هذا المنزل جامع يمكن من أقدم وأهم وأول الجوامع اللي أقامها المسلمين في منطقة الصعيد اللي كان لسه ما وصلوش إلى أسوان يعني، فكان من أقدم الجوامع اللي هو جامع الشيخ عبادة، هو عبادة بن الصامت في المكان دوت. فهي مدينة مهمة جدا وتنوعة. عشان برضو حضرتك يعني مش عايزة أمر برضو على فكرة العصر الروماني، لأنه امبارح أنا قريت برضو خبر أنه في كشف أثري بالنسبة لنا، تمثال تم اكتشافه من العصر الروماني، تمثال البوذا. تمثال اللي حضرتك ذكرت الكشف اللي هو تم اعلانه ده، البعثة اليونانية الأمريكية اللي شغالة في منطقة البحر الأحمر، طبعا باعتبار هذه المنطقة يعني الساحل دوت هو كان من ميناء مهم جدا بيربط مصر بأفريقيا وكمان بمنطقة العالم الخارجي، وكان من خلاله بيتم استيراد وتصدير منتجات مهمه جدا سواء من ارض المصريه، باعتبار ان مصر في العصر الروماني كانت يعني ولايه مهمه جدا، واحنا عارفين ان مصر كانت بتطعم روما بالقمح يعني، هي سله الغلال زي ما بيطلق عليها. فكان هنا الميناء دوت يبدو ان هو كان ليه علاقات بقى مع منطقه الهند تمام، ومن هنا كان بيتم تصدير واستيراد اشياء، فعثر على هذا التمثال هو ممثل بوذا الشهير ب الزي الفضفاض بتاعه والدايره اللي على راسه اللي تمثل الشمس المتفتحه او المشرقه يعني. فهو كشف مهم جدا بيبين برضو زخم الارض المصريه وتنوع الثقافي الموجود فيها وعلاقتها. مصر لم تكن على الاطلاق في يوم من الايام او فتره من الفترات منغلقه على نفسها على الاطلاق، مصر منفتحه على العالم وما زالت بالظبط منفتحه على العالم حتى الان جميعا. عشان كده كل الثقافات، مصر هي بوتقه، بوتقه انصهر فيها كل الثقافات وجابت لنا دلوقتي الحضاره المصريه العريقه اللي الناس بتحاول دلوقتي بعض يعمل تشكيك في بعض الاشياء وهكذا، او الافروسنتريك او غيره، لكن لن تتاثر الحضاره المصريه بكل هذه المهترات لان هي حضاره عريقه قويه طبعا. عمرها طويل جدا، يمكن عندنا هيكل عظمي 55,000 سنه على الاقل من بدايه الحضاره. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، كل جملة حضرتك ذكرتها محتاجة حلقات. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا.